اوكي يا درسنا هو تحت عنوان الكربوكسيليك اسيد اند اتس ديريفاتيف، اذا بيحكي عن الاحماض العضويه ومشتقاتها. هلا اكيد نحن في الكربوكسيليك اسيد ديريفاتيف، بس حناخذ نحن نطلب انتم منكم بس نوع واحد من الكربوكسيليك اسيد ديريفاتيف. خلينا اول شيء نبلش بالكربوكسيليك اسيد. هلا كربوكسيليك اسيد كديفينيشن انا اللي بهمني، اذا هني احفظ انا المولكيولار فورمولا اوف كربوكسيليك اسيد اللي هي CnH2nO2، CnH2nO2 كجنرال مولكيولار فورمولا. The representation in general it is written as RCOOH. The original representation is RCOOH. Also, CROH can be written as RCOH had a functional group اللي هو COOH had a functional group اللي إله is written as RC double bond OH. Is a structural form of the functional group C double bond O and OH. هذا general representation of carboxylic acid. R هون ممكن يكون ال R maybe it is a hydrogen maybe a carbon chain. ممكن يكون carbon chain يعني one ممكن يكون عندي أنا one carbon or two carbon three carbon four five six seven eight carbon. ممكن يكون عندي أنا chain of carbon ممكن يكون بشكل linear chain or a branched a chain. ممكن تكون the smallest possible value أو elements هي ممكن تكون hydrogen atom. إذا ال R هي ممكن تكون hydrogen or alkyl chain. ال R إذا كانت carbon chain تسمى alkyl chain يعني like methyl ethyl، وأكيد ممكن تكون أكبر من هيك، عندي ممكن تكون 3 carbon 4 carbon زي ما قلنا، ممكن تكون linear chain or branch chain. هلا ال general formula هون الالكيل تشين هذه مش كتب لكم، هي الجنرال فورمولا للالكيل تشين CnH2n plus 1. الالكيل تشين اذا كانت كاربون تشين هي ساتيسفاي ذا فورمولا CnH2n plus 1 الار جروب، اكيد لما تكون هي عباره عن كاربون. هلا الفانكشنال جروب COOH يسمى كاربوكسيل الجروب. لازم انا احفظ الفانكشنال جروب للكربوكسيليك اسيد اسمه كربوكسيل جروب هو only COOH. The systematic name حابب ناخذها بس بليك انا مش عندي هون في كاركتر، في عندي زي ار ويك اسيد، خلينا نفهم شو يعني المقصود بالويك اسيد بس افهمها فهم، مش ضروري انا احكي عنها بالتفصيل. نحن اخذنا بدرس الاسيد في عندي سترونج اسيد. What is a strong acid؟ هل بعد بيتذكر شو تعريف strong acid؟ completely شيء الصوت ماني سامع. completely dissolved completely dissolved in water or okay completely dissolved in water. completely dissolved water يعني all the molecule of the acid يعني إذا كان عندي أنا acid for example HA when dissolved in water it give totally change into ions. تتحول كلها لions، بيتفرقوا لions كل المولكيولز separate into ions بيعطي positive ion and negative ion. completely dissolved in water هذا تعريف strong، all the molecule are changed into ions are ionized. الweak acid منه completely ionized in water، partially جزء من المولكيول بيتحول لions والجزء الثاني بيبقى زي ما هو. اذا هنيك بالweak acid عندي partially ionized بعكس السترونج هو completely ionized، بس هذه كمفهوم الويك اسيد. فاذا هن الكربوكسيليك اسيد هن الاحماض العضويه، هول ويك اسيد لما بيذوبوا بالماء جزئيا بيتفككوا لايونز، يعني خلينا نقول 10% 20% ممكن يكون 50%
بيتحول لأينز، والباء بيبقى the same molecule، عنده same form. هلا بدي فوت أنا بالـ systematic name of carboxylic acid. الـ name of carboxylic acid هن أو بمعنى تاني الـ organic compound. Most organic compounds their name are derived from the name of alkane. يعني أسمين مأخوذين من أسماء الألكين، بس بيتغيروا من مجموعة لمجموعة بالـ ending name. شو بينتهي الاسم؟ بالكربوكسيليك اسيد وي ريبليس اي، هذا الاي الموجوده بالالكين باسم الالكين مثل ميثين ايثين بروبين. اللتر اي از ريبليس باي او اي سي، بدل في عندي بدل اللتر اي وي ريبليس اي باي او اي سي اند ويز اسيد، وبنزيد عليها كلمه اسيد، فبصير عندي كجنرال نيم الكانويك، كجنرال نيم الكانويك اسيد. فاذا سيستماتيك نيم of carboxylic acid is known as alkanoic acid. اكيد هلا عم ببلش اخذ اكزامبل عن ناخذنا شي 5 او 6 اكزامبل عن تسميات بعض الكربوكسيليك اسيد. كاول مثال اكزامبل انا عندي هون كتب اول وحده اللي هي انا عندي لانه عندي only one carbon. This, since there is only one carbon, الكربون ال one carbon بالorganic او بالالكين اسمها ميثين. إذا الـ 1 كربون ميثين. الـ E راحت تاعت الألكين أو تاعت الميثين، كان في عندي أنا لتر E موجودة هون، راحت زدنا عليها OIC بصير اسمها ميثانويك، ميثانويك ونزيد كلمة and we add acid، صار عندي ميثانويك acid since it has 1 كربون. هذا مشهور تحت اسم ثاني اسمه فورميك أسد. هلا هذا مش ضروري، هذا مو ضروري احفظ. يا حنبلشوا تكتبون وتكتبون الاسماء. هلا انا حنبلش بالتدريج من 1 2 3 4 وبعدين حنبلش ببرانش تشين كربوكسيليك اسيد. What will be the name of this compound؟ كاربوميثانيك بسميه. ايه انا بسميه بدي اسماء الالكين. عندي هاو ماني كاربون انا عندي بال ان ذس تشين؟ نعم اثنين كاربون. اثنين كاربون شو اسمهم بالالكين؟ اثنين كاربون ايثانويك. اذا بصير اسمه ايوه ايثانويك اسيد. اذا هو اسمه ايثين، اثنين كربون ايثين، فبزيد او اي سي بصير عندي ايثانويك اسيد. ايثانويك اسيد هون خليني هذا بس اكتب له اسم ثاني، خلينا نحفظه. الاسم الثاني او مشهور تحت يعني كومون نيم له، في اسم مشهور فيه هو اسمه اسيتيك اسيد. اسيتيك اسيد هذا احفظوا له هالاسم الاسيتيك اسيد، لانه ممكن يمر من معي ببعض الاسئله بالكتاب، حتى ما ممكن امراض في بعض الامتحانات الرسميه مارقين كلمه الاسيتيك اسيد. اذا ما مع كلمه اسيتيك اسيد يعني هو ايثانويك اسيد. الاكيد هذا الفورميك اسيد، لا هذا مش ضروري للحفظ الفورميك اسيد. انا هيدي تاعت الايثانويك اسيد هيدي اللي بتهمني، لانه ببعض الاسئله ممكن تمر. هاي بالنسبه للنمبر سكند اكزامبل. كمان ثيرد اكزامبل كربونويك اسيد. عيد يا يوسف عيد اللي هي لانه صوتك قطع شوي. عندي كربونويك اسيد. كربونويك عندي 3 كربون، عندي 3 كربون كلينير تشين. اذا انا هذه تشين لينير تشين، عندي 1 2 3 كربون، اذا وي هاف كربونويك اسيد. الكومباوند دي بس هذا بيوتانويك اسيد. عندي اذا لينير تشين في كونتينينج 4 كربون، اذا 1
2, 3, 4 is عندي 1, 2, 3, 4 carbon is أنا عندي butanoic acid. يلا اكتبون هيدول قبل ما نكفي بـ example 10. هو عبارة عن branched chain CH3 الموجودة. شو معناتها؟ إنه أنا في عندي هيدي CH3 هي موجودة هون هيدي الكاربون. What will be the name of this carboxylic acid? Two methyl propanoic. Okay, two one methyl propanoic acid. لأنه أنا عندي هذه carbon linear chain. هذه الكربون chain that contains the functional group هي عبارة عن three carbon propanoic acid. وعندي المثل والمثل is not on position number 2 على second carbon. فإذا 2-methyl propanoic acid. فإذا كلينير تشين في عندي carboxylic acid contains 3 carbon والمثل group هو on the second carbon. 2-methyl propanoic acid. This is now نحط لك 1 ما منحط شو 1-propanoic مثلا ولا 2-propanoic ولا لا منيح اللي سألت هالسؤال. إذا ما بنكتب 1 propanoic acid أو مثل هم ليه ما كتبت أنا 1 butanoic acid مثلا أو ليه ما بكتب 1 propanoic acid؟ السبب ليه؟ لأنه يعني دايما الفانكشنال جروب is the position number 1 دايما بعد من عند الفانكشنال جروب دايما COH الكربون of the carboxyl group هي number 1 فما في احتمال تاني بالكربوكسيليك acid دائما COH هي بتكون الرقم 1 ما بتكون رقم 2 ولا بتكون رقم 3 من جوا. إذا صارت COO من بالإنسايد بطلت كاربوكسيليك أسيد بتبطل كاربوكسيليك أسيد. الكاربوكسيليك أسيد دائما الكاربوكسيليك جروب COOH بده يكون هو البوزيشن نمبر 1 يعني هيدي بده تكون الرقم 1 هون. عشان هيك ما بكتب 1 لا بقول 1 propanoic ولا بقول 1 butanoic ولا بقول 1 pentanoic ولا بقول 1 hexanoic ما بقول 1 يعني هذا هون انا في عندي CH3 between parentheses 2 معناتها هذه شو معناتها انا هون في عندي CH3 وهون في عندي انا CH3 كالكربون تشين هذه اللينير اوف كربون تشين هذه containing كالينير تشين هي عبارة عن 3 كربون اذا هذول قلنا نحن كتبناهم بشكل 2 مثل بروبانول لا داي مثل اذا عندك 2 مثل بتقول داي مثل اي داي مثل قول 2 اذا عندي على البوزيشن رقم 2 اذا عندي السي OH هي الرقم 1 هيدي بتكون رقم 2 اذا هيدي بتكون الكربون رقم 3 فاذا 2 داي مثل و 3 كربون لانه عندي كالينير شين بروبانويك اسيد. اذا اكتبون هيدول بعدين بنكفي كمان باكزامبل. في عنا هذا الكومباوند yeah. What is the name of the systematic name of this carboxylic acid? Pentanoic acid. 2-4 dimethyl pentanoic acid. Okay, 2-4 dimethyl pentanoic acid. فإذا أنا هذا carbon number 1, carbon number 2, carbon 3, carbon 4, and carbon 5. 2-4 dimethyl pentanoic acid. هلا هون بدي انتبه لهيدا شو بدنا نسميه؟ بدنا نشوف إذا حدا بيتحذر على هيكسانويك اسيد هلا من هيكسانويك اسيد هلا هذا سبيشال كيس هون هلا هيدي السي 6 هون هذا الكومباوند لو كان هيكسين كيف قمت هيدرو عفوا بعدني بدي اقول لك كيف قمت هيدرو محطوطين على 6 كربون ايوه
انه كيف يعني انا عندي 5 هيدروجين محطين على 6 كابل، لو كان هيكسين كان لازم يكون مثلا C6 كمثل، يعني اذا بدي ارجع انا هذا CnH2n+1، يعني اذا كانت انا عندي 6 هون يعني لازم يكون في عندي 13 هيدروجين، كيف انا عندي هذه 5؟ هلا هذا 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 بنزين رينج، هذا بنزين اللي هو بكون عنده سايكليك ستراكشر، بكون عنده شكل مغلق هيك، بكون عنده 6 كربون مع 3 دبل كوفالنت بون، هذا البنزين رينج. هلا هون بس يكون عندي هذا الكومباوند بدي احفظه، حفظ هذا الكومباوند لما يكون اعطيني هذا الكومباوند C6H5 is connected to the carboxylic group، هذا اسمه بنزويك اسيد، اذا اللي جيف ذا نيم بقول له بنزويك اسيد، بنزويك اسيد. اذا كان عندي هذا الكومباوند هذا بيمرق معنا بالاسيد، موجود بالاسيد حتى المحطه الرسميه موجود هذا الكومباوند اسمه بنزويك اسيد، ممكن يعطيني هذا الشكل اللي بسميه بنزويك اسيد، او ممكن يكون انا مع الاسم مضطر انا بايكويشن اكتب بالكوندنس ستراكشرال فورمولا. فاذا اذا معنا بنزويك اسيد يعني معناته هو C6H5COOH، اذا هو عباره عن بنزين رينج كونكتد و COOH، يعني بتصير انا عندي يعني اذا كشكل هو بيطلع بهالشكل هون مع هيدا عليها بوم COOH، هيدا البنزويك اسيد عندي 6 كابل رينج مثل خلية النحل. هلا فيك ترسموها بالطول بهالشكل، برسمها في بقلبه 3 دبل كوفالنت بوم وعليها ما في مشكلة على اي كربون بتكون الكربوكسيل جروب، ما في مشكلة. هلا اكيد انا هيدي كبنزين، كبنزين فيني اكتبها بهالشكل، اذا قال لي مثلا اكتب الكوندنس ستراكشرال فورم، if you want to write the condensed structural form of benzoic acid I write like this، اكتبها هيك مش بالضرورة اكتبها هيك، فيك تكتبوها هيك ولكن منا بالضرورة. if you want to write the condensed structural formula we can write as C6H5COOH اسمها benzoic acid، هيك بدنا نحفظها. هلا في وحده ثانيه بتشبهها نوعا ما بس ولكن هذه قليل ما جدا ما بتنطرح، هي لما يكون انا عندي ما بين البنزين رينج وما بين الفانكشنال جروب عندي اي كربون اتوم، يعني في عندي CH2، هذا الكومباوند C6H5 that is connected to CH2COOH هذا الاسم اسمه بنزيليك اسيد، بنزيليك أسل. انا هذا بيهمني اكثر لانه هذا بيمرق اكثر بالاسئله او حتى موجود بالامتحانات الرسميه، بيمرق معنا البنزويك اسيد، البنزويك قليل 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 جدا. هدول هول البنزويك اسيد والبنزويك اسيد هول كومون نيم، هول الاسماء المشهوره فيهم، بس هذا من سيستماتيك نيم، من سيستماتيك نيم او الايوباك نيم، هذا الكومون نيم لهذا الكومباوند بسموه بنزويك اسيد. تكون هيدول قبل نينجا شو هو هيدا من وين؟ عفوا من وين نستعمله هيدا؟ هلا البنزويك اسيد هذا كان قديما كان يستعمل يحطوه يدخلوه بمعجون الحليقة، كان يعطي براد وطراوي للجلد، بس ولكن اكتشف انه البنزويك اسيد له اضرار سلبيه. هذا يستعمل بصناعه مواد حافظه مثل الصوديوم بنزويت، كان بعض المواد الحافظه تستعمل بالمعلبات مثل الصوديوم بنزويت هو مشتق من هذه الماده. البنزويك اسيد كمان ممكن يدخل بصناعه بعض انواع الادويه، اكيد بيصير في يتفاعل مع بعض المواد الكيميائيه الثانيه ليدخل بصناعه الادويه، في له استعمالات كثير، وكمان ممكن يتحول لبوليمر نوع من انواع البلاستيك او البوليمرات او البلاستيك. اوكي خلصوا هيدول لانت الا الايزومرز اوف كاربوكسيليك اسيد. تفضل. يعني بس هول الاثنين بدنا نحفظهم غير شوف
انا بيهمني اكثر واحد هو البنزويك اسيد، هذا اللي بيهمني اكثر واحد اللي بنعرفهم، هيدا اكثر واحد. انا هيدا قليل جدا ما بيمرق، بس هو في حال اذا مرق اسمه بنزليك اسيد. عم بحكي انا هذا لانه اكثر طرحا بالاسيد بالكتاب وحتى مرق بالامتحانات الرسميه البنزويك اسيد بيمرق بعض الامراض. هذا البنزليك اسيد قليل 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 جدا، بهمني هذا البنزويك اسيد. اذا مرق معنا C6H5COH وكتب طلب مني الاسم بقول له بنزويك اسيد، او مرقت كلمه بنزويك اسيد بدي اكتب الفورمولا للبنزويك اسيد او الكوندنس ستراكشر اوف بنزويك اسيد بكتبه بشكل C6H5COOH. هذا different condensed structural form of the isomers of carboxylic acid. إذا بدي عندي أنا carboxylic acid، we have a carboxylic acid of formula C5H10O2. You want to write the different possible condensed structural formula of this carboxylic acid. بدي شوف how many carboxylic acid can have a formula C5H10O2. Yeah. اشتغلوا عندكم. شوفونا how many isomers can we obtain. يعني أنا عندي linear chain، كل الكربون are linear chain. إذا عندي 5 carbon مزبوط in a linear chain، بس ولكن the last carbon هي COOH. هذا ال first، دائما بلش بال linear chain. والتاني انا حطيت مثل على تاني وحده. اوكي اذا تاني احتمال، اذا زي ما قال الشغل يوسف، اذا هذا المثل هي on the second carbon CH3. اوكي بصير عندي 4 كاربون، انا حطيت ثالث وحده. اوكي اذا صار عندي 4 كاربون كلينير تشين، اكيد this chain must contain the carboxylic group. وحده منهم من هذول الكاربون هي COOH، بدها تكون وحده من هذول الاربعه، والخامس كاربون هي المثل جروب على البوزيشن نمبر 2. وقال كمان ممكن تكون CH3 على الكربون الثالث، إذا هون كانت على الرقم 2، فإذا ممكن هلأ تصير أنا CH3 على ثالث كربون. أوكي مثل هون، إذا أنا صار عندي CH3 on the third كربون، وكمان أنا عندي في linear chain هي 4 كربون chain. هل في عندي isomer الرابعة طلعت معه؟ كمل. Yeah. شوفونا إذا في احتمال غيره ولا لا. مثل بروبانويك. أوكي الاحتمال الثالث مظبوط. أنا بجرب إنه بصغر دائما بصغر فيه، يعني أنا صار في عندي كربون 2 3 وهيدي بدها تكون وحدة من هدول الكربون هي COH، بيبقى في عندي 2 كربون CH3 and CH3، إذا هي هيدي آخر وحدة. آخر وحدة هي بهالشكل. ما فينا نحن نحط بدل مثل، ما فينا نحط مثل مثلاً C2H3 بتصير C2H5. يعني انت بدك تقول بهالشكل، يعني اخر وحدة بدك تكتبها بهالطريقة هون C2H5 فيك. مش هيك؟ بلا. اوكي طب انا هيدي بتصير the longest chain، هيدي the longest chain of carbon. How many carbon atom in this chain؟ مزبوط بصير 4، يعني بصير مثل صارت في عندك فوق، صارت فوق موجودة. اوكي فاذا ما بيمشي الحال يعني اذا هدول الفور كاربون او هدول الفور كومباوند الايزومر لل C5H10O2 as a carboxylic acid. هلا بعدين قال systematic name، systematic name of the first compound هيكون اسمه pentanoic acid. pentanoic acid الثاني انت كمان ذكرت لنا هي حتكون 2-methyl butanoic acid. اوكي اذا هي على الرقم 2، اذا انا كده المثل جروب on the second carbon، اذا هذا الرقم 1، هذا رقم 2، رقم 3، رقم 4. نفس الحكي اذا بدي اشوف لثالث ايزومر، حتكون عندي هذا ال1 كاربون، هذا السكند كاربون، هذا الثيرد كاربون، هذا الفورث كاربون. فاذا بيطلع
بالثيرد كومباوند عندي 3 ميثيل بيوتانويك اسيد. هيدي الأخيرة كمان إلها يوصف صحيح كان هو عم يذكرها 2-2 ديميثيل لأنه هذا البوزيشن نمبر 1، هيدي البوزيشن نمبر 2 and بوزيشن نمبر 3. فبصير عندي 2-2 ديميثيل بروبانويك اسيد. These are the isomers of carboxylic acid.